أهلا بكم في حصة مغاربية في محاولة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها في ليبيا انطلقت في القاهرة اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة والتي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري المبعوثة الأممية إلى ليبيا سيدة ستيفاني ويليامز أعربت عن تطلعها للعمل مع الوفدين للتوصل لمسار توافقي يمهد للانتخابات هذا وقد اكدت مصر حرصها من خلال عقد هذا الاجتماع على تقديم كل الدعم للشعب الليبي لاستعاده الامن والاستقرار في مسعى لوضع قاعدة دستورية تمهد الطريق الشائك الى الانتخابات في ليبيا تاتي اجتماعات القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة على مدار اسبوع لعلها تقرب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين فالاجتماعات تبحث النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور بما يمهد لاجراء الانتخابات وفق دستور دائم يضمن وحدة وسيادة الدولة الليبية ويعيد توحيد المؤسسات واخراج القوات الاجنبية والمرتزقة من البلاد المبعوثه الامميه ستيفاني ويليامز اكدت ان المؤسسات التشريعيه الليبيه يقع على عاتقها مسؤوليه ابداء حسن النيه والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي لما فيه مصلحه الليبيين. وبينما تسعى بعض الاطراف الليبيه الى اجراء تعديل على الاعلان الدستوري للتعجيل باجراء الانتخابات المؤجله منذ ديسمبر الماضي، يصر اخرون على ضروره وجود دستور جديد للبلاد وهي عمليه قد تستغرق عاما على الاقل. وكان البرلمان الليبي قد شكل لجنه من اثني عشر عضوا تتولى مراجعه المواد والنقاط الخلافيه في مشروع الدستور المنجز من الهيئه التاسيسيه لصياغه مشروع الدستور واجراء التعديلات اللازمه وبحسب مراقبين فإن مصر تسعى لاحتواء الخلافات بين المجلسين ورعاية إعادة التوافق على خارطة الطريق والتعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري في محاولة جديدة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي الذي يخيم على المشهد وينذر بسيناريوهات خطيرة ينضم الينا ضيفانا من القاهره السيد احمد جمعه الكاتب المتخصص في الشؤون الليبيه اهلا بك سيدي ومن بنغازي السيد عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي ضيفانا اهلا وسهلا بكما ابدا معك سيد احمد جمعه هل بامكان اجتماعات القاهره ان تنهي انقسامات وخلافات بين المجلسين لمده سبع سنوات والخروج بحلول؟ أو يتوافقون في هذه الاجتماعات برأيك؟ شكرا على الاستضافة يا أستاذ سهام وتحية الأستاذ عبد الحفيظ يعني بالتأكيد فكرة الهوة التي اتسعت بشكل كبير ليس بين مجلسي النواب والدولة فقط لكن بين كافة الأطراف الليبية تسعَد بشكل كبير خلال السنوات الماضية لكن كان هناك بارقة أمل من خلال التوافق الليبي الليبي الداخلي بين مجلسي النواب والدولة خلال الأسابيع الأخيرة والذي أفضى إلى التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة ترأسها السيد فتحي بشاغة اجتماعات القاهرة هي برعاية البعثة الأممية وتستضيفها القاهرة الاجتماعات فعليا تبحث وبشكل دقيق التوافق على الإطار الدستوري اللازم لاجراء الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه في ليبيا وفد مجلس الدوله كان يتحدث قبل الوصول الى القاهره عن فكره الاتفاق على قاعده دستوريه لاجراء الانتخابات وفد مجلس الدوله يتحدث عن ان لجنته جاءت لبحث المواد الخلافيه في مشروع الدستور الذي انجزته الهيئه التاسيسيه في يوليو عام 2017 لكن فعليا تجري الان مشاورات لتقريب وجهات النظر والتوافق حول الاطار الدستوري اللازم لاجراء هذه الانتخابات و تقريب وجهه النظر بين الاشقاء الليبيين ودعم التوافق الليبي الليبي خلال الفتره المقبله وهو ما اكد عليه رئيس اللجنه الوطنيه المصريه المعنيه بالملف الليبي خلال كلمته التي القاها عبر الفيديو كونفرنس وشدد على ضروره ان يدعم المجتمع الدولي بشكل كامل التوافق الليبي الليبي لانهاء الازمه الليبيه في اقرب وقت ممكن وكي لا يعني تطول هذه الازمه مما سيؤثر على امن واستقرار ليبيا وعلى امن واستقرار دول الجوار الليبي <applause> سيد غوقه ربما هناك اجتماعات اليوم هناك حراك ليبي هناك حراك لدول الجوار للتوصل الى اي توافق ليبي لكن دائما ربما يتبادر لذهن اي متابع للمشهد الليبي ان هناك انقسامات، هناك اضطراب خطر في في ليبيا، ما فائده الاتفاق على خارطه دستوريه او قاعده دستوريه في ظل هذه المعطيات المضطربه والانقسام الواضح؟ في البداية أختي الكريمة مساء الخير لك وللأستاذ أحمد والمشاهدين الكرام وشكرا على الاستضافة بكل تأكيد يعني أنا شخصيا أتفائل عندما ترعى القاهرة اجتماع بين الأطراف الليبية أكون متفائلا القاهرة لعبت دور مهم في تثبيت وقف إطلاق النار وفي إنهاء يعني القتال الذي استمر في ليبيا لفترات طويله اعتبارا من منتصف 2020 مصر كان لها دور حاسم في هذه المساله ومصر رعت المسار العسكري على مدى يعني عام ونصف العام من المشاورات ولكن للاسف شديد لم يصفر الى تاسيس او توحيد المؤسسه العسكريه الان المسار الدستوري هي ليست الجلسه الاولى كما يعلم صحيح. الجميع وانما كانت هناك جلسات كانت هناك جلسات بين مجلس الدوله ومجلس النواب ولجنه من هنا في الغردقه وفي القاهره جلسات عديده <applause> هذه الجلسه اعتقد تكتنف صعوبات كبيره هذه اللجنه لماذا لانهم لا يتحدثون على اقرار قاعده دستوريه وانما يتحدثون على تعديل في الدستور الذي تم طرحه في العام 2017 من قبل الهيئه التاسيسيه وهذه مساله صعبه جدا ولم لن يتم التوافق بشانها بين بين الفرقاء لان مساله يعني جد معقده وصعبه كان كان يفترض ان يتم البحث في قاعده دستوريه يتم على ضوءها اجراء الانتخابات واعتقد ان ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم برعايه الامم المتحده في جنيف اقر قاعده دستوريه يمكن البناء عليها وهو اجراء تعديل على الاعلان الدستوري وتحديدا في الماده 30 الحاكمه للمرحله الانتقاليه والذهاب الى الانتخابات ومساله الانتخابات الرئيس انتخاب الرئيس هذه هي العقده الاساسيه في وجه كل من يبحث في القاعده الدستوريه، هل يتم انتخاب الرئيس من البرلمان؟ أم يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وهذه مشكلة ظلت نقطة خلاف أيضا شروط الترشح مزدوجي جنسية هل يتم الترشح العسكريين هذه النقاط خلافية لا أعتقد أن طرفي الصراع مجلس الدولة ومجلس النواب قادرين على تجاوز هذه الخلافات التي عصفت بالبلد لمدة أعوام عديدة فنحن نحتاج إلى قاعدة دستورية يجرى عليه ضوء انتخابات هذه القاعدة موجودة في الإعلان الدستوري الذي يمكن إجراء التعديل عليه طبقا لتوصيات اللجنة القانونية التي أنتجها ملتقى الحوار ولكن هذا الامر لا يطرح الان في في اجتماعات القاهره وبالتالي اخشى ان يكون هذا المسار كغيره من المسارات يقطع شوط ثم يتوقف امام اشكاليات كبيره لا قبل الاطراف بتجاوزها نعم. كانت الهيئه الدستوريه او الهيئه التاسيسيه للانتخابات في ليبيا قد اعترضت هذه الاجتماعات واعلنت عن ذلك في بيان لها في اليومين الماضيين لماذا لم السيد لماذا لم يتم توكيل الهيئة التأسيسية بهذه المهمة برأيك؟ لأن الهيئة التأسيسية طبقا للإعلان الدستوري هي انتهت من عملها ولم يعد لها دور إلا بعد الاستفتاء على الدستور بنعم أو بلا، إذا تم الاستفتاء بلا يعود إلى الهيئة التأسيسية لمراجعة الدستور علي ضوء نتيجة الاستفتاء، ولكن هذا لم يتم، لماذا؟ لأن مجلس النواب حجب القانون منذ العام 2017 لم يطرحه الاستفتاء، لماذا؟ لان كانت هناك اشكاليه في قانون الاستفتاء، هل يتم الاستفتاء في عن طريق دائرة واحده ليبيا او تقسم حسب الاقاليم التاريخيه ليبيا وهذه عطلت هذه المساله، فضلا على ان مشروع الدستور واقولها بصراحه وان رجل قانون يعني كان كارثه في الشكل الذي خرج به كان كارثه تماما، يعني والعديد من المواد كانت محل خلاف ولن يعني يعني يرى هذا الدستور من وجهه نظري النور، يعني ولن ي يطرح الاستفتاء. وهو لم يطرح الاستفتاء منذ 2017. وبالتالي نحن أصبحنا بحاجة إلى قاعدة سورية يتم عليها ضوء الانتخابات. ثم الحكومة التي تأتي نتاج الانتخابات القادمة والأجسام التي تتجدد من خلالها الشرعية. تكون قادرة على تعديل الدستور أو على تشكيل لجنة تعيين لجنة جديدة لوضع دستور لماذا؟ لأن الدستور الحالي يعني تجاوزته حتى الأحداث المواد التي فيه والهيئة التأسية ليس من حقها أن تعترض على أي إجراء يتم هي انتهت من عملها وعليها فقط أن تنتظر ويفترض أن اللجنة التأسية يعني لم يعد لها وجود لأن الأمور يعني استغرقت الوقت الذي يعني تحدده الإطار الدستوري وهو الإعلان الدستوري بالنسبة لعمل اللجنة وبالتالي أعتقد أن الحل الإشكالية إذا اردنا ان نكون عمليين يجب ان يكون بناء قاعده دستوريه والقاعده الدستوريه موجوده لان هناك إعلان دستوري فقط يجرى تعديل على الماده 30 كما اوصت بذلك اللجنه القانونيه لملتقى الحوار <تصفيق> <تصفيق> سيد جمعه من القاهره ما الدور المصري الذي يمكن ان تلعبه القاهره هذه المره اعتقد ان الدور المصري يكمن في دعم التوافق الليبي الليبي اولا تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبيه الكيانات السياسيه تحديدا مجلس النواب ومجلس الدوله وتشجيع هذه الاطراف للمضي قدما في الاتفاق على الاطار الدستوري لاجراء الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه في اقرب وقت ممكن لكن انا ارى هناك صعوبات ايضا في فكره السلطه التنفيذيه التي ستشرف على هذه الانتخابات او ستنظم هذه الانتخابات هناك حكومتان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد بيبا ويتمسك بمنصبه ويرفض التسليم إلا لحكومة منتخبة من برلمان جديد ويصر على إجراء انتخابات برلمانية فقط في المقابل اختار مجلس الدولة مجلس النواب الليبي بعد التوافق مع مجلس الدولة حكومة السيد فتحي بشاغة والتي م. تسعى لدخول العاصمة طرابلس مما أدى إلى تعقيد المشهد بشكل كبير ما هي الحكومة التي ستشرف على الانتخابات حكومة الدبيبة هل هي التي ستشرف على الانتخابات وكيف ستوفر الموارد المالية عقب سحب الثقة منها من البرلمان في سبتمبر الماضي حكومة السيد فتحي بشاغة حتى الآن لم تتقدم بالميزانية التي يجب أن تقدمها للبرلمان لاعتمادها إذا فكرة إجراء انتخابات في ليبيا خلال الأشهر المقبلة أو خلال العام الجاري على أقل تقدير هي فكرة مستبعدة وصعبة بل ومستحيلة لذا يجب ترتيب بعض الأوراق أولاً المصالحة الوطنية لم تنجز بشكل كامل وهي أحد أبرز الملفات، استتاب الأمن والاستقرار، توحيد المؤسسات وتحديدًا المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية هذه المؤسسات التي ستشرف وتؤمن الإنتخابات كي تزيل القوى القاهرة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات، فكرة إجراء انتخابات في ليبيا في القريب العاجل في ظل كل هذه الصعوبات والتحديات هو أمر صعب ومستبعد. لذا يجب ان يتم السير في مسارات متوازيه وليس في مسار واحد المسار العسكري كان مهدد عقب اصدار ممثلي القياده العامه بلجنه خمسه زائد خمسه بيان تصعيدي ضد حكومه الدبيبه وعلقوا اعمالهم في هذه الاجتماعات المسار الدستوري والمسار السياسي والمسار العسكري يجب ان يتم السير بشكل متوازن في هذه المسارات ويتم تحقيق تقدم والاهم من هذه المسارات مجتمعة هي المصالحة الوطنية الحقيقية والصادقة وجبر الضرر كي يتمكن الفرقاء الليبيون من انتخاب من يمثلهم بشكل حر وعدم يعني الوقوع تحت ضغوطات من أطراف بعينها نتيجة خلافات قبلية أو جهوية بين المكونات الليبية سيد غوقة أي قرارات تخرج عن هذه الاجتماعات أو إذا كان هناك اي توافقات خرجت، آلية تنفيذها ومن سينفذها؟ هل حكومة دبيبه التي يعني ربما المفروض انها انتهت ولايتها طالما هناك حكومة لباش اغا، من سيدير المشهد بعد الخروج بأي توافقات لهذه الاجتماعات التي ترعاها الامم المتحده؟ هذه هي الاشكاليه الحقيقيه يعني اي حكومه هي التي ستقوم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه واي حكومه سترعى الانتخابات وستعمل على انجاح هذه الانتخابات وتهيئه الظروف المناسبه للانتخابات يجب ان تحل اشكاليه الحكومه واعتقد هذا دور الامم المتحده في هذه الاثناء الامم المتحده التي انتجت حكومه الوحده الوطنيه هي التي للاسف الشديد يعني خرجت على مقتضيات العمل في هذه الحكومه عندما سمحت لرئيسها بان يترشح لنفسه خلافاً للاتفاق السياسي الذي تم في في جنيف برعايه الامم المتحده ولم يعني تعترض بشكل واضح وعندما انتهت صلاحيه هذه الحكومه وتم حجب الثقه عليها استمرت هذه الحكومه في العمل وعندما تم استبدالها ايضا تستمر بمعرفه الامم المتحده وبالخطاب المتناقض لمكونات المجتمع الدولي الولايات المتحده الامريكيه من ناحيه لبريطانيا من ناحيه اخرى للامم المتحده فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤيه تجاه حكومه الوحده الوطنية التي أنتجوها إما أن يقوموا هم بتغيير هذه الحكومة ويجدوا صيغة مناسبة للخروج من هذه الورطة وهذه الأزمة أو أن يستمر الصراع وقد يتطور إلى صدام مسلح في العاصمة من أجل تثبيت الحكومة التي يعني أنتجها البرلمان، مع تحفظي أنا شخصيا على كلا الحكومتين، لأن أعتقد أن لا حكومة الوحدة الوطنية قادرة على إنجاز شيء ولا الحكومة حكومة التربية وحكومة المحاصصة التي أنتجها البرلمان قادرة هي أيضا على إحداث الفارق نحن بحاجة فعلا إلى حكومة وطنية يتم تشكيلها بتفاهمات دولية لماذا لأن الأزمة الليبية شئنا أم أبينا أصبحت أزمة تدار من قبل المجتمع الدولي ومن من الأمم المتحدة وبالتالي على الأمم المتحدة أن تجد مخرج لهذه الأزمة هي تستطيع أن تجمع الفرقاء الليبيين مجددا تستطيع أن تنتج ملتقى جديدا للحوار أو أن تعيد الملتقى السابقة الذي أنتجه الحكومة تغيرات للنظر جيوسياسية. في تغيير هذه الحكومة سيد غوقة هناك تغيرات الآن جيو هناك حرب بين روسيا وأوكرانيا والمجتمع الدولي ربما يسلط كل يعني اهتمامه ب آه هذه التغيرات صحيح. آه ربما صحيح. تركيا لها انشغالها ايضا هذه التغيرات هل من الممكن ان تلقي بظلالها على الازمه الليبيه هل, هل سيكون ذلك بالسلب ام سيكون ايجابا بكل تأني. بكل لا بكل تاكيد تلقي بذلالها سلبا وايجابا، على سبيل المثال يعني ليبيا تورطت يعني في هذه المساله عن طريق حكومه الوحده الوطنيه عندما صوتت في مجلس حقوق الانسان بتعليق عضويه روسيا، مع ان ليبيا دوله لا شان لها بهذا الامر ودوله يعني تعاني من الفوضى وتعاني من عدم الاستقرار وتعاني من عدم وجود يعني سلطه واحده في البلد، وبالتالي لعبت دورا، وهذا اعتقد يتم باملاءات اجنبيه خارجيه وليس باراده ليبيه خالصه لذلك قلت أن السلطة الليبية الحالية هي رهينة لهذه الإرادة الدولية ولن تحل المسألة الليبية ولا يضحك علينا أحد ويقول والله حوار ليبي ليبي وهذا ليبي لا, لا 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 لا, لا, بد من الإرادة الدولية أن تكون واضحة في المشهد الليبي هذا بإرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبالتالي عليهم أن يجدوا صيغة للخروج من هذا المأزق مأزق الحكومة لأن بدون حكومة واحدة لا نستطيع أن ننشي بل على العكس نجد الآن حتى الانقسام طال حتى المسار العسكري الذي كنا نعول عليه في إنهاء سلاح وإنهاء جماعات مسلحة وهذا أمر لا غنى عنه إذا أردنا حكومة تستطيع أن تعمل في خصوصا في العاصمه الليبيه التي تتنازعها الجماعات المسلحه المختلفه عندما عندما الانقسام يصل الى هذا الجسم المهم وهذا المسار الاهم في العمليه المسار الامني والعسكري فهذا ينظر بان الازمه يعني لن ترى الحل قريبا وستطول وقد تصل الى حد الصدام المسلح وهذا وارد في اي في اي لحظه في خصوصا في العاصمه طرابلس امام تحدي دخول حكومه وحكومه ترفض الانصياع لاراده المجلس النواب سيد احمد جمعه، كانت هناك احاديث ان انقره من الممكن ان تلعب دور في الضغط على حكومه الوحده الوطنيه حكومه دبيبه للتخلي عن الحكومه وتسليبها، هل ترى ان ذلك ممكنا في ظل الظروف والتغيرات التي تحدثنا عنها قبل قليل؟ يعني اعتقد ان تركيا لن تقدم على اي خطوات سواء بالضغط على السيد البيبة او بدعم السيد بشاغه تركيا تعمل وفق مصلحتها الخاصة تعمل مع أي طرف ليبي يحقق المصلحة التركية تركيا تتعامل مع ليبيا وفق المصالح تحقيق مصلحة اقتصادية أو مصالح سياسية أو عسكرية هذا ما تتطلع إليه تركيا لا يهم الجانب التركي من الذي يتولى السلطه التنفيذيه في ليبيا لان تركيا لديها تواجد عسكري في المنطقه الغربيه في ليبيا وبالتالي هي جزء لا يتجزا من اي معادله سياسيه او عسكريه في البلاد وبالتالي هي ستتعامل مع اي من الاطراف التي ترى ان هناك توافقا ليبيا او دعما ليبيا لهذا الطرف، لا يهم تركيا ايا منهما، هي ترتبط بعلاقات جيدة مع السيد عبد الحميد وكذلك مع السيد فتحي بشاغة عندما تولى منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، هذه الحكومة التي وقعت الاتفاقات مع الجانب التركي والذي وقعها هو السيد فتحي بشاغة فعليا، هو الذي وقع مع الجانب التركي، وبالتالي تركيا لن تدخل على خط الازمة بشكل كبير بل ستتغافل وتتعاطى مع الطرف الذي سيتمكن من بسط سيطرته بشكل كامل سواء حكومة الوحدة أو حكومة السيد فتحي بشاغة لأن هي تركيا تتعامل وفق المصلحة من يحقق مصلحتها الخاصة وأجندتها الخاصة في ليبيا ستتعاطى معه بشكل كامل وتغير هذه الاستراتيجية التركية بالتأكيد مرتبطة بالتفاهمات والمشاورات التي جرت مع أطراف إقليمية ودولية خلال الأشهر الماضية تركيا غير معنية بالدخول في اي تصعيد راهن في ليبيا هي تركز بشكل اكبر على وساطتها بين روسيا وبين اوكرانيا برعايه الولايات المتحده الامريكيه هي ترى في هذا الملف انه شكراً. الاهم في الوقت الراهن من اي ملف اخر شكرا جزيلا لك سيد احمد جمعه الكاتب المتخصص بشؤون الليبيه كنت معنا من القاهره ومن بلغازي اشكرك سيد عبد الحفيظ غوقا نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق شكرا جزيلا لكم ضيفانا حصتنا المغاربيه متواصله وفيها بعد الفاصل لقاء بودن والطبوبي كيف سينعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس